السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم أحبابي في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن ألا وهي سورة الحجر. سورة الحجر سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. نزلت هذه السورة العظيمة في بداية الدعوة الجهرية، ومصداق ذلك في قوله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وموضوع سورة الحجر حفظ الله لأنبيائه وأصفيائه، وتحذير المشركين من الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتكذيبه. وسميت هذه السورة العظيمة بسورة الحجر لذكر أصحاب الحجر فيها، وهم قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم نبيه صالح عليه السلام، وكانت معهم معجزة الناقة، فكذبوه وعقروها، وكانوا أشداء أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا وقصورا فارهين وآمنين، وكانوا يظنون أن هذه الجبال التي تحيط بهم وهذه البيوت والقصور التي يتحصنون بها في الجبال ستحفظهم وتمنعهم من عذاب الله، فأخذتهم الصيحة مصبحين فأصبحوا جاثمين وميتين. وكانت رسالة لكفار قريش ولجميع من كفر بأنكم لستم أشد منهم ولستم أقوى منهم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل وجعلهم عبرة وآية لمن خلفهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار لمن في النار من أهل القبلة: ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا فأمر بكل من كان من أهل القبلة في النار فأخرجوا. فقال من في النار من الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. حال الكفار وهم في الدنيا يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل، فلا نريد أن نتشبه بهم فنتحسر مثل ما تحسروا. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. خزائن الله ملأى، يقول الله في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. جميع الأرزاق وأصناف الأقدار في خزائن الله، لا يملكها أحد إلا الله، فخزائنها بيده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. جميع أمنياتك في خزائن الملك جل جلاله، استمطرها بالدعوات والسجدات والاستغفار والبعد عن المحرمات، فكل ما تريد عند الله منه المزيد. قال الله عز وجل في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. المتقون في الجنة في سلامة من الموت والنصب واللغوب والأمراض والأحزان والهموم وسائر المكدرات. قال الله جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم تحيتهم يوم يلقونه سلام والله يدعو إلى دار السلام. اللهم إلهنا، أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فأكرمنا وأدخلنا إلى دار السلام ونحن نسألك. أهم الأنباء، بل أهم نبأ تسمعه في حياتك. قال الله عز وجل في سورة الحجر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
فهل طرق سمعك يوما من الأيام نبأ أهم من هذا النبأ؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، غفور الرحيم لمن تاب وأقبل واستغفر، وشديد العذاب لمن أدبر وأذنب واستكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فالمسلم يطير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء، فهي بالنسبة له كجناحي الطائر. أمر الله جل وعلا نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الحجر بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع للمؤمنين، أنل لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا. قال الله عز وجل مادحا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف الله جل وعلا أهل الإيمان بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ما أجمل هذا التشبيه، واخفض جناحك للمؤمنين. هذا ما ينبغي أن يكون عليه تعامل المؤمن مع أخيه المؤمن. من أعطاه الله عز وجل القرآن وأعطاه الدين فقد أعطاه الله عز وجل أعظم ما يتنافس عليه المتنافسون، أعظم من الدنيا وما فيها. قال الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء من الدنيا فقد صغر نعمة القرآن. خذها قاعدة: ولا تمدن عينيك في أمور الدنيا، انظر لمن هو دونك لتعرف مدى نعمة الله عليك، وفي أمور الدين انظر لمن هو أفضل منك لتعرف مدى تقصيرك وستر الله عليك. هذا إذا أردت أن ترتاح، لا تمدن عينيك. من أسماء الله الحسنى الحافظ الحفيظ جل وعلا. قد ذكر الله في سورة الحجر أنواعا من الحفظ، فحفظ الله القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله السماء فقال: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظ الله نبيه فقال: إنا كفيناك المستهزئين. فإذا أردت أن يحفظك الله عليك بالتسبيح والأذكار والصلاة والعبادة. قال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احفظ حدود الله يحفظك الله.